السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأجازة الصيفية هنعمل إيه فيها؟ قول لي بقى نعمل إيه؟ هنعمل إيه؟ كفاية بقى، كفاية مطحون طول السنة وقاعد بقى بذاكر وقاعد بامتحن وقاعد عندي كويزات مش عارف أنام ومش عارف أخرج ومش عارف ألعب، جاي كمان تقول لي صيف؟ لا لا لا، اسمح لي بقى ان انا اقفل الفيديو. ايه ده بس، صلي على النبي. انا عايز افكرك بحاجه، بس هي بسيطه كده. عايز افكرك بالاجازه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبل اللي قبلها، لما سعادتك قررت ان انت تقضي الاجازه انتخ. ايه اللي حصل؟ اول يوم خدناه نوم، نمنا بقى لغايه ما السرير يعني بص زهق منك. بعد كده خرجت بقى، قعدت ايه يعني، قعدت خارج الخدمة حتى، يعني قعدت بهدلت الشوارع وخرجت مع كل اصحابك ولفيت يومين ثلاثة وبتاع. بعد كده الخروج فقد اللذة بتاعته، قعدت على البلاي ستيشن لغاية ما البلاي ستيشن شتمك، يعني قال لك ارحمني. قعدت يوم واثنين وثلاثة على البلاي ستيشن، ما بتسيبش الدراع لغاية فضل الدراع يقل أدبه عليك. بعدين رجعت للنوم تاني، نمت وبعدين رجعت، وبعدين ايه، اكتئاب صح، اتضايقت. مش عارف الواحد قرفان ليه كده، قرفان عشان انت اصلا اللي انت بتعمله ده غلط، انت مش مخلوق للطريقة دي اصلا، الاسلوب ده مش بتاعك، الاسلوب ده بتاع حاجة تانية خالص مش عايز اقول لك عليها يعني. تمام، بتاع الانيمالز يعني، ده مش بتاع البشر. البشر الانترتينمنت، الراحة واللعب والترفيه والبريكات، معموله عشان يريحوا من المجهود. تمام، يعني اللعب المستمر والنوم المستمر والخروج المستمر والاكل المستمر والانترتينمنت المستمر اخرته اكتئاب على طول. يعني هتلاقي نفسك قفشت ومتضايق وقرفان، ما هو انت ربنا مش عاملك لكده اصلا. اوكي، طيب جرب اللعب ده نفسه بس بعد يوم تعب، بعد مثلا ايه، بلاش يوم يعني، بعد مثلا ساعتين قرايه، يا سلام ليه لذه. خدت بالك؟ جرب النوم بعد يوم مرهق، جرب الخروج بعد ما خلصت لك مثلا امتحان بالتايم وعملت له اناليسز، هتلاقي النوم ليه طعم، هتلاقي الخروج ليه طعم، هتلاقي اللعب ليه لذه، هتلاقي القعده الصحاب ليها متعه. ليه؟ هو ده يا ابني اسمها انترتينمنت. اللي بيقعد في يعني اللي بيقعد في الشهوات او في الانترتينمنت 24 ساعه، ده مش انت، مش البني ادم. البني ادم مش كده خالص، حاجات تانيه خالص، ويمكن الحاجات التانيه دي كمان ما بيحصلش معاها كده. اوكي، ف بلاش الفكرة دي، عشان الفكرة دي أسبوع آخرك هتخلص كل اللي أنت عايزه وهتزهق منه، وهتلاقي نفسك يعني قفشت، وهتقضي بقية الأجازة إيه؟ متضايق بقى ومكتئب والكلام ده كله. استغل الأجازة في إنك تظبط موضوع السات أو الأكت أو الإي إس تي اللي أنت إيه؟ ناوي تبدأ تحضر له. طبعا في الدراسة بيبقى عندنا مش عارف ايه، وعندنا امتحانات وعندنا مواعيد مدرسة، ولازم اصحى بدري، ولازم انسب وقت للتحضير للامتحانات بتاعتنا دي هو وقت الايه، هو وقت الصيف. عشان كده انا دايما بلاقي ان عندي دايما اعلى سكورات خالص بتيجي في محاولة 10. ليه؟ محاولة 10 بتيجي بعد السمر كورس، والسمر كورس بيبقى روقان بقى. تمام، نبدا براحتنا، مش مضطرين ان احنا نبدا مثلا الساعه 5 بعد المدرسه، والطالب طبعا صاحي من الصبح، صاحي من الساعه 6 الصبح ولا 5 الصبح، وجاي بقى عينيه بتقفل، ومضطر ان انا اقضي مثلا ايه يعني نص ساعه بفرفشه بفوقه بعمل ومش عارف ايه والكلام ده كله، ومضطر ان انا اخلص بدري، ومضطر ان انا ما اضغطش عليه في الهوم ورك، ومضطر ان انا ومضطر ومضطر، فبلاقي ان الدنيا ايه ضيقه جدا. اما السمر كورس براحتنا بقى، نبدا في الوقت اللي احنا عايزينه، نخلص في الوقت اللي احنا عايزينه، ندي امتحانات زي ما انتوا عايزين او زي ما احنا عايزين، نزود الهوم ورك براحتنا، فالدنيا بتفرق، فبتلاقي الطلبه بيجي لها ايه سكورات عاليه. طب انت المفروض تعمل ايه؟ المفروض حضرتك لو مش متاسس تتاسس، لو حضرتك ما عندكش البيسكس، ما خدتش البيسكس او خدتها غلط عند اللي هم بتوع الهاكس والكلام ده كله، لا تتاسس بقى. واحنا عاملين يعني سمر كورس
لجريد 9 و10 للتاسيس، وبرده بتوع 11 و12 ساعات بيخشوا فيه في حاله ايه؟ في حاله ان انا مثلا ما تاسستش، انا دخلت على جريد 11 على طول خلاص، احنا مش عاملينها جريدز يعني. انا ما تاسستش، دخلت على جريد 12 على طول. طب انا تاسست غلط وقعدت ماشي في سكه كده وهميه، بعض الاخوه يعني جزاهم الله خير ربنا يهديهم، بيجيب الطالب ويقعد يقنعه كده ان هو لو حفظ شويه كلام فارغ كده هيجيب سكور ويعلى وبتاع ومش عارف ايه، يقول له لما تشوف ديليت تبقى هي الصح، لما تشوف هاويفر تبقى هي الغلط، لما تشوف مش عارف بلس تبقى هي الايه، لما تشوف كذا تبقى هي الايه، نو تشينج صح، لما تتزني اختار سي، لما طب انت انا محتاج اروح لمدرس عشان الكلام الفاضي ده. المهم يعني الطالب بيخش محاوله الثانيه الثالثه الرابعه العاشره مفيش، بيبدا بقى ايه يقول لك طب انا عايزه، طيب يا سيدي تعال احضر معانا، تحضر بيجنرز ولا ادفانس؟ يقول لك ايه يا عم بيجنرز، ايه احنا هنعيل ولا ايه؟ في ايه يا عم عربي؟ الكلام اللي انت بتقوله ده عربي؟ ما سخرناش يا اخي، ايه عربي الكلام ده عربي؟ انا بقالي 9 قرون بحضر، لا 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 ادفانس على طول، انا ادفانس. يحضر حصه 2 يروح ايه يجي يقول لي طب هو العيال كلها الحاضره بتحل ما عدا انا ليه؟ انا مش فاهم حاجه خالص. اقول اصل دولت متاسسين تمام، فانت لو اتاسس يعني اتاسس زيهم هتفهم وهتحل وهتندمج مع الموضوع زيهم، انت اللي ما رضيتش تتاسس اوكي. اللي عندك ده مش تاسيس، اللي عندك ده لازم يتكسر اصلا، يعني ما ينفعش حتى يتبني عليه اوكي. ده كلام لو حطيته في دماغك ده يبوظ الدنيا خلاص. فلو انت مش متاسس اتاسس اوكي، لو انت متاسس يبقى عند حضرتك ايه حاجتين بس عايز تعملهم، الحاجة الأولانية عايز ترفع مستواك في القراية، والحاجة التانية عايز ترفع مستواك في الحل. القراية الحاجة الوحيدة اللي ترفع مستواك في القراية هي القراية يا راجل، مفيش حاجة تانية في الدنيا ترفع مستواك في القراية. تقول لي احفظ كلمات اعمل مش عارف ايه، مفيش حاجة في الدنيا ترفع مستواك في السباحة الا السباحة، مفيش حاجة في العالم ترفع مستواك في السواقة الا ان انت تمسك العربية وتسوقها، خدت بالك؟ فمفيش الا ان انت تقرا كتير اوكي. طب الحاجه اللي ترفع مستواك في الحل ايه؟ عارف طبعا ان انت تحل، بس مش تحل بس، ها في خطوه مهمه يعني، الحل ده الخطوه الاولى، الخطوه الثانيه انك بعد ما تحل تبدا تعمل حاجه اسمها اناليسز. الاناليسز ده اللي هو تجيب كل غلطه غلطت فيها وتسال نفسك 3 اسئله اوكي. يبقى انت غلطت 20 غلطه في الامتحان، 30 غلطه، 15 غلطه، 10 غلطات، 70 غلطه، ايامك ايه؟ تبدا تسال نفسك 3 اسئله. السؤال الاول ايه التريك اللي في السؤال خلتني اغلط، يعني هو ايه الخداع او ايه البرانك اللي الراجل عملها في السؤال خلتني اغلط. السؤال الثاني طب انا ايه الخلل اللي انا عملته اوكي، وده طبعا مفيش حد يعرف يحدده غير حضرتك، بس انواع الخلل ايه؟ ما قريتش السؤال كويس، ما فهمتش السؤال، او فهمت السؤال كده تلزيق كده، عقبال ما رحت ايه عقبال ما رحت تجيب الاجابه عليه كنت نسيت السؤال بيتكلم عن ايه فجبت اجابه غلط اوكي. استعجلت في النزول عند الاختيارات، المفروض لما تفهم السؤال تروح تجيب له اجابه من الايه من الباسج. رحت دورت على الاجابه الصحيحه، ما ينفعش في امتحانات سات او اكت او اي سي تي تدور على الاجابه الصحيحه، لازم تدور على الاجابه الغلط وتعمل لها اليمينيشن اوكي. انت راجل طيب، ممكن يكون الخلل ان انت راجل طيب بينضحك عليك، لسه ما تودكتش يعني زي ما بيقول. عندك خلل في القرايه، عندك خلل في الفوكاب، سرحت، عندك اوفر ثينكينج، عندك اوفر تراست، واثق في نفسك زياده عن اللزوم، هوب بينضحك عليك. لازم تشوف، يبقى اول حاجه البرانك، ايه الخلل، ايه التريك اللي الراجل عملها خلتك تقع. السؤال الثاني ايه الغلطه اللي انت عملتها وايه الخلل اللي انت عملته. السؤال الثالث ايه اللي المفروض تعمله عشان تتجنب الغلطه دي في الامتحانات الايه اللي جايه. كده حضرتك المفروض ان انت كل كام امتحان كده، كل امتحانين ثلاثه، تلاقي ان مستواك ايه، تلاقي ان عدد الغلطات قل وبالتالي السكور ارتفع. سيبك من موضوع الانتخه، واللي هيعمل لك على فكره لذه للاجازه هو الشغل، ان انت تشتغل اليوم 24 ساعة. هتنام ايه؟ هتنام 13 ساعة، 12 ساعة، 10 ساعات، ها كتير جدا، بس ماشي. ال 10 ساعات الباقيين دولت لو قضيتهم انترتينمنت هتكتئب ومش هتحس بلذة الانترتينمنت. لازم تتعب شوية وتروح تعمل انترتينمنت يبقى ليها لذة، هتحس بلذة اللعب، لذة الخروج، لذة النوم، لذة الاكل، لذة الكلام ده كله. ما تضيعش الصيف من ايدك، واشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.